أنا في حملة ضد فيروس كورونا، هدفها الإرشاد والتوعية للوقاية من هذا الفيروس الخطير. نتمنى أنه هذا المرض يزول عن قريب إن شاء الله. حاليا رانا في قطب الجامعي لولاية فارس في حملة تحسيسية ضد فيروس كورونا. الهدف من هذه الحملة التوعية والإرشاد. نتمنى أنه معظم الطلبة أو الشعب أنه يأخذ هذا المرض بعين الاعتبار، يعني ما يديروش استهزاء وفقط. ونتمنى أيضا أنه هذا المرض يزول في أقرب العاجل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اليوم عندنا حملة وطنية تحسيسية للقاح فيروس كورونا. رانا نوعو حول أهمية اللقاح داخل وسط الجامعي أو خارجه، نوعو طلبة باش ما يستهانوش بهذا المرض، بتنظيم من تجمع طلبة الجزائريين الأحرار وبإشراف أيضا ومساعدة من مديرية الصحة بولاية شلف وأيضا مديرية المركزية للجامعة حاسبة بن بوعلي. هنايا رانا نقولكم مرحبا بكم، تطلعوا على كيفية اجتناب هذا الفيروس أو كيفية المعالجة به، وعن أهمية اللقاح هذا في حياتنا اليومية وكيف له أهمية كبيرة باش نتفاداوه باش نحمو عائلتنا ونحمو المجتمع تاعنا. وإن شاء الله يكون عنده هدف أو يكون يساعد منا لينا والأسرة الجامعية والكامل المجتمع تاعنا، وإن شاء الله يكون عنده بادرة حسنة لنا وتدوا لنا صورة جيدة نحن كتجمع والأسرة الجامعية بمديرية الجامعية شلف، ونشكر أيضا المديرية العمومية للصحة بولاية شلف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قامت جامعة حاسبة بن بوعلي ولاية فارس بالتنسيق مع تجمع طلبة الجزائريين الأحرار بحملة تحسيسية ضد فيروس كورونا. احنا رانا هنا متواجدين باش نوعوا الناس الطلبة خصوصا باش كيفية الوقاية من هذا الفيروس وياخذوه بعين الاعتبار، خصوصا بارتداء الكمامة واجب، هذا ضروري، وخصوصا التلقيح. الناس بزاف كاين اللي راهم يتفاداو هذا المشكل، هذا اللي حاجة اللي لازم عليهم يديروها. دونك حنايا نوعوهم ونقولوا لهم لازم عليكم الفاكسان، واللي يحس بكاش اعراض لازم يتوجه للطبيب، والكمامة واجب وخصوصا التعقيم، وهذه هي. وشكرا. بس اليوم عندنا حملة وطنية تحسيسية حول ضرورة تلقيح فيروس كورونا. انت يا كطالب راك مرحبا. دونك التلقيح هنا رانا دايرين خيمات للتلقيح، رانا في ربع ساعات تقريبا في متناولكم. من الاحسن لكم تروحوا تقدموا وديروا التلقيح وتطلعوا حول أهمية التلقيح وكيفية تجنب الفيروس. رانا دايرين حملة طالع عليها، وعي صحابك وعي روحك باش تحمي عائلتك. الله يحفظك. صحيح، في الوقت اللي كان مقطوع كانت كلية صنعة الرجال احنا لي شابيتو دوبوي، احنا ماشي غير صافي ديال غير ديال النهار تاع اليوم، رانا احنا لا فاكسيناسيون بدات. لا سي لو لونسمون، هذا سي لو رونفورسمون تاع لوبيراسيون. غير عرفونا انتوما واش تمثلوا هنا دار الشباب للعودة. الله يبارك، الحمري بالله، الله يبارك. متلقطة مدير شباب الرياض طريبيا، تسمى راه مناسقين مع المديرية الفرعية كشف العالية صافي فيصل بالتنسيق، رانا درنا الحمد لله وان شاء الله الله يكون فيهم خير. بارك الله فيكم. شكرا، مرحبا بكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. وراء الحكيم. هنا الحكيم. سي دكتور. الله يبارك. بس يا بارك الاقبال من طرف طلاب والعمال ولا مازال ضئيل صح معليش انا درت لا دوزيام دوز انا بغيت نعطيك لا كارت راني في اوت لو 28 اوت كانت لا دوزيام دوز واش كدوك نقدر ندير ولا سينوفا تقدر دير نقدم سينوفاك وتقدر دير سينوفاك ولا ما تقدرش تقدر لا تقدر عادي تقدر عادي تقدر دير لا ترويزيام دوز تكون مختلفه على لي ديفيرون ديفيرون ولا لا لا الحمد لله الحمد لله وش عندنا الفاكس هنايا عندنا جونسون عندنا سينوفاك صح كيما دروك هكا دابا نعطيك بطاقه التلقيح سينوفاك دونك تدير جونسون 12 تقدر دير مثلا نبداو بكم مع المدير من بعد دير انت الاولى شكون ولا ندير انا كاش مشكل دونك ابري 28 دونك تقدر مرحبا سي المشكل اللي راه عندنا في اليونيفرسيتي ماشي غير اليونيفرسيتي دو شلف كاع لي ستوديون تاع لانجي سي لو بروبليم تاع الاقبال تاعهم اقبال ضعيف وضعيف جدا سواء التعليم العالي سواء التربيه الانطلاق تاع الحمله الوطنيه في نفس الجامعات وحنا نتاسف من الصيف مع الجماعة تاع الجامعة من الصيف باش هذه العملية تنجح ومن بعد ما كانش كاين إقبال راه كاين عزوف والله غير مشكل كبير احنا اليوم ارتئينا أننا نكونوا معكم نكونوا معكم ونحاولوا نبسطوا لكم الأمور كل الشكوك اللي عندكم والتخوف اللي عندكم والتساؤلات اللي عندكم كاع نجاوبوكم عليهم حتى مشكل جبنا راه عندنا من جينا كاونسون وحنا ماذا بينا باسكو لحقنا الواحد المنعرج اللي ما فيهش التسامح لازم نتلاقوا ولا سيما انتم هنا عندكم في الجامعه حاجه لا يستهانوا بها راهي سيتي بوبيلاسيون ابار راه مجتمع موازي لاخر الجامعه ماهوش وراه كاع الاطياف وراه كاع كلشي فيها دونك حنا ماذا بينا الحمله هذه تنجح واننا نحاولوا نلقحوا كاع الناس الا اللي كان عنده مانع قاهر باين قاهر هكا وهذيك ترجع التلقيح تاعو يرجع الى يوم ما دونك نلحقوا المفهوم هذا تاع العزوف وحلاش هذا العزوف تاع الفاكسان باسكو حاجه جديده عندنا سواء لونيفرسيتي ولا سواء بوبلاسيون برا دوات اوبليغاتوار ما وانا في الجامعه من 4 سبتمبر بالفاكسان 79 ايه هذا هو اوبليغاتوار سواء في الجامعه سواء اور راه كاين عزوف تعرفوا علاش كاين عزوف كاع ماشي في الجامعه كاع من برا العزوف علاش كاين الطبقه المثقفه راهي لا العزوف علاش العزوف الطبقه المثقفه من برا ديسبونيب وغراتويت وما كاينش الفاكسان شوف انا عندي دي فامي يعني نعطيو بار تليفون نعطيو لاخر باسكو ماهمش فاهمين باسكو شوف نقول لكم حاجه المشكل تاعنا في الجزائر من الثمانينات او من نهايه الثمانينات وروح المشكل تاعنا اننا رجعنا قرينا ورانا كاع مثقفين ورانا كاع قاريين وماناش محتاجين الواحد يا ودي ماناش محتاجين للشيخ كما بكري في الكلاسه الشيخ يعطينا كل واحد اللي يبغي يعلم يروح وحده شوف الغلطه الكبيره ان الناس تلتجا للانترنت الناس راهم حاسبينه مصدر الانترنت سي فضاء اي واحد يكتب واش يحب هي من بكري يقول لك كي تفلك ترجع للناس الاختصاص دروك انا قلتها في عده منصات احنا من دعاه التلقيح وعندنا المبررات تاعنا وعندنا وعلاش نلقحوا الناس وعندنا الناس اللي هم ضد التلقيح يتفضلوا يا سيدي قول لي وعلاش غادي تلقيح ونهضروا
دروك انت سينو زورو ا كومباري كنا نقولوا لنا ارواح نديروا مقارنه بين المرض وبين التلقيح. المرض راه موجود بارتو في كل مكان، دروك راه يدور معنا، ينجم في اي وقت ينجم في على بالك حاجه لي ريسبيراتوار لا ترانسميسيون تاعها لي تري تري رابيد فاسيل، دونك في اي وقت قادر يشوبيك تشوبي الفيروس وتروح انت وزهرك. الا كنت انسان عندك مناعه مليحه وكنت صغير وكنت كذا راك دير هذيك المرض هذاك وبالك تسلك، بصح الا كان عندك امور واحده اخرى راك تقعد فيها. شوف اللي ما شافش واش صرا في الصيف اللي فات ما ينجمش يهدر، حنا شفناه وتاثرنا، تاثرنا بزاف. حنا كانوا مدراء تاع المستشفيات وكل شيء، الاطباء وكاع كانوا يبكوا، انتم ما تشوفوش بصح كانوا يبكوا باسكو تشوف الانسان يموت قدامك وما تقدر دير له والو. باسكو ليا المرض هذا ان سيرتان مومون يسحق، ان سيرتان مومون يسحق اضافه اكسجين. الاكسجين مش علاج مش دواء، مي الوضعيه تاع المريض في ذاك الوقت تسحق الاكسجين. وايماجينو في مده زمنيه وين الجزائر كامله تكون محتاجه للاكسجين، ايماجينو هذا الاخر. سي بور سا اللي قلنا المرض هذا راهو صعيب بزاف، تنجم تديه في اي وقت، ينجم يقتلك، ينجم يرقدك، تنجم تديرو من بعد تبرى، تنجم تعدي ناس واحد اخرين. حنا شفنا كاين بعض الدراسات ماهيش رسميه، مي يقولوا الاغلبيه تاع الناس الكبار اللي ماتوا سيتي اكوز دي لير زونفون. ها هو راه يدور في السوق، راه يدور في القهوه، راه يدور كذا، هو مليح، إلي بون، إلي بيان بورتون، الفيروس ما اثرش عليه، بصح يروح يسلم على جده، يسلم على خالو، على مو كاع، يعطي لها الفيروس مسكينه هي قاعده. الناس ما خرجوش كاع من الدار وماتوا، مين جاهم الفيروس؟ دونك كي نديروا مقارنه بين الفيروس وبين لا فاكسيناسيون. احنا تاكد حتميا وتاكد في العالم باسره بان الكورونا هذا حاجه عظيمه اللي عمرنا ما شفنا حاجه كيما هكا، والناس العالم باسره راهو حير فيها، العلماء كاملين حيرين في هذا الفيروس كيفاش التحورات تاعو كيفاش، مازال ما فهموش. شوف كاينه حاجه باقي لنا عارفينها متاكدين منها، اننا قدام ان فيروس اللي يتحور بالخف، واننا لا نملك شيئا لمواجهته الا الوقايه. وتقبض كاع لي كرون بروفيسور في الموند باسره يقول لك حمل الكمامه، التباعد الجسدي والاجتماعي، وغسل اليدين، والتلقيح. التلقيح هذه حاجه ربي نعم علينا بها، العلماء اجتهدوا التلقيح. دونك ما بقناش الامور بزاف بنواجهوا هذا المرض، بقنا غير التلقيح. نجوا للتلقيح دروك. التلقيح راهم هنا انتم راكم هنا طبقه متعلمه ومتثقفه وكاين ناس علميين بالك يمتلكون من العلم اكثر منا. تعرفوا بلي الفاكسان ما هو الا تمويه، ما هوش ميديكامون، ما فيهش ان برانسيب اكتيف، موش ان برودوي شيميك، سي جيست تمويه، ان سيميلاسيون، يعني نكوبو باش تقبض باغ اكزومبل ان فيروس اتيني تقلع له تقتلو ولا تقلع له التوكسين تاعو ولا تكوبيه ولا شي حاجه وتدخلو في الكوريما. واش راح يدير في الكوريما هو؟ الفا ستيميلي لورغاني لو سيستيم ايمينيتير تاعنا باش يديفلوبي اونكور بليس دونتيكور، باسكو ربي عطانا الحاجه اللي ما يعطيها حتى واحد، عطانا ان سيستيم ديفونسيف، ربي عطانا تاع الدفاع. هما دروك يشوفوا هذاك لا كوبي ولا هذاك الاخر تجيب اوتوماتيكمون اي فون ديفلوبي دي زونتيكور، وتسرى هذاك الكونفلي لداخل، باسكو كي يكون ان كور ايترونجي يدخل اوتوماتيكمون لو كور كي رياجي يوري دي كونفلي، وهذيك لا ستينغر. دونك هذيك تتعبر عن طريق لا فياف ولا عن طريق هذوك لي كورباتير وهذوك لي مودو تاعو كاع عادي. مي الشيء اللي نبحوها ان هذا الكور تاعنا يتعمر بلي زونتيكور كي سيرون سبيسيفيك ا سيت كور ايترونجي اللي يدخل. ومن بعد نمشيو بالعقليه نزيدو لا دوزيام بريز ترازيام بريز، باسكو في لي فاكسا ا ميلتي دوز لازم توجور اي فيكساسيون، سافو دير هاو تدخل من الاول ديفلوبينا ليميونيتي تاعنا، هذيك ليميونيتي تقعد ان سيرتان مومون حتى لشهر شهر ونص، لازم لها عفسه واحده اخرى باش هو يتفيكسي باش هو احسن هو لوكاليزها السيستيم ايمينيتير، مي لازم يثبتها لازم يكونفيرمي. دونك كي نديرو لا بريمير دوز لازم نديرو لا دوزيام دوز ولازم نديرو لا ترازيام دوز لا كان صافا. دير حنا دوك نقولو للناس لو كور كونتر لو فيروس ولا كونتر لا مالادي، كاين تفاوتات على حسب لو فابريكون، كاين 80 كاين 87 كاين 75 كاين 90، مي سكي سيف انه الانسان اللي يكون فاكسيني ما يتاثرش بزاف بالامراض.
يبو كونتراكتي لا مرضي ينجم يمرض بصح ما يتاثرش تفوت عليه مره الكرام 3 جور 4 جور 5 جور ويتروح ما يروحش لا كومبليكاسيون وما يروحش سيرتو لا ريانيماسيون وما يموتش الاعمار بيد الله نحن نهضروا افيك ان اسبري سيونتيفيك ما يموتش زيد على هذه الحاجه واحده اخرى في الناس ما تعرفهاش دول كبيره كيما الالمان كيما فرنسا كيما غرقت كاع المستشفيات اللي عندها وكاع لي موايا اللي عندها غرقت لحقوني ما صابوش مطارح باش يرقدوا الناس حنا بلد شويه ضعيف شوف عليك ان شاء الله معليش دير 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 في اطار الحمله التاسيسيه للحمله الوطنيه للتلقيح في اطار ديال وزاره التعليم العالي كممثلين عن نقابه سنابس المكتب الوطني شرفنا اليوم في جامعه تلف في هذه الحمله واليوم ان شاء الله جيت ندير الجرعه الثالثه تاعي درت الجرعه قبل والان جيت ندير الجرعه الثالثه وماذا بينا كاع العمال يقوموا بعمليه التلقيح نظن باللي النسبه رايحه هابطه بزاف بزاف الطلبه نطلب من ابنائنا الطلبه انهم يلقوا لان التلقيح هذا مفيد اولا لهم مفيد كاس للصحه الجمعيه للاسره الجامعيه يسلمك نفسي جمعية زهرة الحياة لرعاية الطفولة والأمومة بالتنسيق مع دار الشباب تاع العودة وديوان مؤسسات الشباب يعني التعليمات جاتنا من عند مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة احنا سعيدين جدا اننا رانا في وسط الطلبة مرحبا في الجامعة تفضلي مروة مرحبا بكم مروة ولاية شلف قطب الجامعة فارس رانا درنا هذه الحملة التحسيسية لتوعية أو رفع التوعية لهذا الفيروس اللي فيه محورين أساسيين المحور الأول للوقاية من هذا الفيروس أو الخطر الذي يعرضه هذا الفيروس خاصة في الأماكن التي نجد فيها تجمعات أما عن المحور الثاني كيفية الوقاية منه وكيفية التفرقة بينه وبين فيروسات أخرى لأنه يعد أخطر فيروس ونتمنى أن يأخذنا خاصة الطلبة أو أين يوجد تجمعات أن يأخذنا هذا الأمر بعين الاعتبار وليس استهزاء فقط ونوعي الشباب بأن يأخذنا التلقيح فتنا تقريبا كامل على ولايه شلف الله يبارك ودرك الجامعه ان شاء الله ومن بعد نشوف الاقطاب اللي بقات ان شاء الله الاوبجيكتيف تاعها سي بيان التعريف باهميه التلقيح يعني احنا ماذا بينا لو كان طلبه كامل فهموهم صديق اولا فهموهم الفرق ما بين فيروس كورونا اللي اصبح شائع يعني الناس كامله راهي عارفاته ولكن رانا تقريبا مستهزئين صح الان احنا هاد الطلبه يعني خذوا على عاتقهم انهم يعاودوا يذكروا الطلبه يعاودوا يذكروهم باهميه التلقيح باهميه الوقايه عن طريق التباعد الجسدي ارتداء الكمامات يعني على الاقل الحمايه الشخصيه ومن بعد تجي الحمايه انه ما ندخلوش الفيروس لديارنا وما ندوهوش للاماكن اللي نخدموا فيهم ونقراو فيهم الى اخره اهميه التلقيح ان شاء الله ما زلنا متواصلين نفهموا الطلبه باهميه التلقيح والشيء اللي يبقى ان شاء الله ان شاء الله. المهم احنا شاركنا معكم في عمليه التحسيس عن طريق القدوه او السيد المدير دار تروازيام دوز تاعو اول دوز هنا واول دوز هنا في شلف وانا فان اول مره في الجامعه هذه الاولى من مقبل درتها خارج الجامعه درناها مقبل ماذا بينا احنا ماذا بينا كاع الناس دير ان شاء الله يبداو على الاقل ياخذوا الجرعه الاولى ان شاء الله ان شاء الله تعاملنا انتم راه عندكم واحد الدور فعال راكم مع تماس مع راكم قراب للطلبه وحتى للمواطنين تحسيس ثم التحسيس وثاني كما قال السي احمد على الاقل احنا نكونوا قدوه انا راني المسؤول الاول هنا في الجامعه كنت الاول اللي دار اللقاح
الجرعه الثالثه ما كان حتى مشكل، بالعكس الحمد لله. لا ما كان حتى مشكل، حتى حنا الطلبه هذولاك متشفين مش عارف درناها في افريل المره اللي فاتت في افريل 2021 والصيف كامل وحنا نديرو في التحسيس على جال الفاكسان. الحمد لله راهم داروا الفاكسان وان شاء الله تبقى اللي بقى وان شاء الله. لا بالعكس تقدروا تقعدوا هنا. مرحبا، راه كاين هاد الساعه مرحبا بكم في اي وقت. شكرا، بارك الله فيكم. الحمد لله بالعكس اليوم جماعه، اليوم انا والشيخ احمد رانا درنا، انا كنت الاول السباق في الجرعه الثالثه درتها اليوم، وهو كان الجرعه ثاني ثالثه ولكن كان ثاني سبقته. نتمنوا انتم ثاني ان شاء الله. ان شاء الله احنا كنا نهضروا لكم يا جماعه ماشي بالكلام، بالفعل لما نقول لكم ديروا حاجه احنا نديروها الاولى وانتم تجوا من بعد ان شاء الله. المهم نتمنى ان شاء الله ديروا التلقيح تاعكم فيه فائده لكم انتم يا جماعه. احنا الصحه نتاعكم يا جماعه، شوف نقدر نفرط في اشياء كثيره لكن الصحه نتاعكم ما فيهاش نقاش وما فيهاش خط احمر الصحه نتاعكم. لذلك انا نتمنى ان شاء الله لو بور دو لا بافيت او ميم طون ثاني ليتيزاسيون تاع الجيل استعمال المعقم هذا، وزيد ثاني التلقيح يا جماعه وحافظوا على نفوسكم. الصحه نتاعكم هامه بالنسبه لنا، ما نبغيش نسمع طالب مرض ولا صارت حاجه لا قدر الله، وثاني ما يكونش السبب انه يضر في العائله تاعه، ربما عندها جداته ولا حد ولا جده ولا خالته تكون مريضه يعاقبهم شي في لها المرض. ربي يحفظكم ان شاء الله. بالعكس اليوم السيد ممثل وزاره التعليم العالي راه لاحظ الحمد لله النشاط تاع الطلبه تاعنا، بالعكس زيد شنو استاذ انه الطلبه تاعي عندهم وعي، عشان انا نقولها راهم قدامي لا عندهم وعي حقيقي والحمد لله صراحه ما عندنا ما نقولوا فيهم، بالعكس عندهم وعي وعندهم مستوى عالي جدا. نتمنى ان شاء الله ينجحوا ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكم، الله يجزيكم خير. أما بعد السلام عليكم ومرحبا بكم. تأتي هذه الحملة في إطار الحملة المعلنة من طرف الوزارة الوصية وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختير يوم الاثنين 17 جانفي كحملة وطنية للتحسيس والتلقيح ضد وباء كورونا. بطبيعة الحال نعلم علم اليقين أن وباء كورونا يخلف من الأموات وكذلك من المرضى كثير، لذلك ارتأينا
أن تكون حملة تحسيسية في أوساط الطلبة والعمال والإداريين والأساتذة. الحمد لله كانت استجابة، وكصفتي أو بصفتي كمسؤول أول للمؤسسة قمت بالتلقيح الجرعة الثالثة، والحمد لله بالعكس الحمد لله الظروف مهيئة، مديرية الصحة على أهبة الاستعداد وكانت حاضرة. طلبتنا أبانوا من الوعي الكثير الحمد لله، حتى النقابات العمالية بعض النقابات كانت مساندة وبالعكس حضورهم كان قوي، وكذلك كان في الميدان الحمد لله. الطلبة بإذن الله تعالى نعول علم الكثير الكثير في هذه القضية، هذه مجابهة ومحاربة هذا الوباء الخطير بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا، شكرا كلوف، أعطيك الصحة.